شنو قالت العنود السنافي عن الجزائر؟ إذا ما رحت الجزائر راح تتحسن. صراحة صدمتني، هي شيء فوق الوصف والخيال. حسيت إن هذا شيء جديد لازم أشوفه، راح تجربونه ولا مكان ثاني. زين وايد 12 يوم على الجزائر، أنت شنو تقولين لهم؟ ما تكفي. وشنو رايها عن بلو بوك؟ إني راح أسافر معاكم مرة ومرتين وعشرة بعد، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن فارس كان معنا. كواليتي كسيرفيس إنزين شيء ممتاز، كافي إن أنت تروح مرتاح. تابعوا المقابلة بالكامل على قناتنا باليوتيوب. العنود سافرت ويانا مرتين، إن شاء الله عليها مغامرة. هم بعد أقدر أقول professional traveler. ليش اخترتي تروحين الجزائر مع بلو بوك؟ تبي أمدحكم ولا تبي أقول الصج؟ لا قولي الصج. قولي الصج، لأن اللي بيسافر ويانا بيشوف الصج. أنتوا حطيتوا الرحلة بوقت أنا كنت أبي أجرب جروب جديد، لأن أنا سافرت من قبل 8 رحلات جروب تريبس مع نفس الجروب ما غيرته، زين. وغيرها أنا كنت سولو ترابلر، فكان أبي أجرب جروب جديد، أبي أشوف شنو الوضع، زين. الشيء الثاني كنت أبي أبتدي أسافر دول عربية. تخيل إن الجزائر كانت أول دولة عربية أسافرها، طبعًا غير دول الخليج، زين. والشيء الثالث كنت توني بادية اللي هو الجروب تريبس as a guide، فكنت أبي أشوف جروب جديد، أبي أتعلم بعد منهم، إنزين. وصار لي كنت فترة متابعتكم ووايد عجبتني طريقتكم والأشياء اللي قاعد تحطونها، فصار فيني يلا خلينا نجرب معاهم. الجزائر مو دولة سياحية، الجزائر ما تسوق نفسها كوجهة للعالم. فشنو قالوا الناس لما قلتي أنا بروح الجزائر؟ كلمة واحدة، ليش؟ تبي الصج؟ يعني أنتوا قبل تتكلمون عن الجزائر، أنا ما تخيلت بحياتي أن أروح الجزائر، لأن ما أعرف عنها ولا شيء، ولا أحد أعتقد أني أعرف عنها شيء. ردة فعل الناس ليش؟ في ناس ردة فعلهم كانت شوية أقوى، أن شنو فيها الجزائر، أو أن خطرة. إذا تذكرين في ناس كانوا ويانا، يعني في ناس قالوا لهم أن ترى خطرة، أو أن فيها حروب، أن it's not safe، أن شلون تروحون. أنت شلون كنت متخيل الجزائر؟ شنو كنتي متوقعة في بالك؟ تبي الصج، ما كان عندي أي تخيل أو توقع عن الجزائر، يعني ما أدري أنا شنو متوقعة شنو بشوف. اللي أقنعني أروح الجزائر الصورة اللي حطيتوها تيميمون، اللي هي كان في أعتقد كانت قلعة بنص الصحراء. أي إنزين، هذا اللي أقنعني، حسيت إنه أي إنزين، حسيت إن هذا شيء جديد لازم أشوفه. شنو فيها الثانية الرحلة ما أدري، إلا لما بعدين سويت لنا البرزنتيشن، هني اللي صار فيني أوكي أخذيت a good choice to يعني see this country. سؤال أنا أبي أرد عليه، يعني سؤال، ليش أسعار بلو بوك السفرات مكلفة؟ إحنا رحلاتنا مو مكلفة، خصوصا لما نقارن مع غيرنا اللي أسعارهم أعلى. ثاني شيء، إحنا أسعارنا تشمل وايد أشياء، تشمل الفنادق اللي هي دائما راح يكون بكل مكان نروح له راح يكون احسن فندق راح نقعد فيه، في كل مكان راح يكون في سيبريت جايد او مرشد، والمرشد اغلب الاحيان في الجزائر مثل ما شفتي العنود ترى في كان في بعضهم اكاديميين، خصوصا اللي بالمناطق الاثار الرومانيه، هذه الاكاديميين هذول مو بس مرشدين. ثالث شيء، تشمل الرحلات الداخليه بالدرجه الاولى، تشمل الترافل كوردينيتر اللي راح تكون ويانا من اول الرحله لاخر الرحله، تشمل الوجبات، تشمل كل المواصلات، تشمل تذاكر دخول كل المتاحف والاشياء اللي تحتاج تذكره، عند المواصلات من والى المطار. بس ترى بعلق على شغله، لو تقارنون مع بلو بوك مع ناس ثانيه، انا مو داش جيبي شيء بس بقول وايد ترى اقل من الباجي، انزين. وك كواليتي كسيرفيس انزين شيء ممتاز، كافي ان انت تروح مرتاح، كافي ان انت تسكر جنطتك وما تشيل هم ولا شيء ثاني، ترى هذه تدفع لها زياده اصلا. يمكن سعرنا، يمكن في ناس يحسون انه غالي، لان احنا اصلا ما ناخذ ناس وايد ويانا، احنا ماكسيمم 8. احنا لما نكون جروب صغير عندنا مرونه بالجدول، في أشياء نقدر نغيرها على حسب رغبة الجروب. أنا وايد أحبها عن الجروبات الكبيرة، لأن راح يصير عندك وقت إن أنا كترافلر أحتك مع الباجي، زين. يعني أنا تقريبا أغلب اللي سافرت معاهم الجزائر الحين
كلنا فريندز، وفي بعضهم رديت سافرت معاهم سفرات ثانيه. زائد ان الجروب ليدر راح يقدر يعني شلون تعطي حق كل شخص مسافر معك. ايوه صح. شنو كان الواقع اللي شفتيه هناك؟ صراحه صدمتني، يعني احنا انا اذكر اذا ماني غلطانه سافر، يعني لما سافرنا رحنا 7 مناطق مختلفه صح، اي كل منطقه كأنها ديره بروحها، لها صح عاداتها لها تقاليدها لها اكلها، حتى الناس اشكالهم غير، طريقه لبسهم صح طريقه كلامهم، فسفرة واحده ب7 سفرات، فهذا شنو شيء. سايحة 7 دول. ايوه بالضبط، حتى طريقه المناخ وكل شيء، كل شيء وايد يعني كان وايد شيء غريب. في ناس ساعات يقولون ان زين وايد 12 يوم على الجزائر، انت شنو تقولين لهم؟ ما تكفي، لأن أنتوا الرحلات الثانية رحتوا في مناطق أنا ما رحتها أصلاً، صح، حسيت إنه كانت بعد totally different. يبينا بالضبط. اي أي فصار فيني أوكي تحتاج مرة ثانية وممكن مرة ثالثة بعد، على أساس إنها تغطي الجزائر كلها لا تحتاج. صح. ومسافرين ويانا من قبل اهل قطر، طبعا من غير اعلان تقدرون تسجلون رحلاتنا للجميع، اي احد يقدر يسجل ونتشرف بالكل. اختاري كل اللي تذكرينه كمواقف حلوه او اماكن حلوه بالجزائر. انا صعبتها علي كذي، يعني الجزائر لا لا والله الرحله كلها كانت مادي غير غير، ما اقدر احدد شيء معين، بس يعني الحين what comes to your head ان شيء حلو او ذكرى حلوه؟ غردايه تميمون، اي انزين يوم غرزنا وقعدت اي انت كم مره تصورنا غرزنا؟ 15 16 20 اتوقع حفرنا الصحراء كلها. كلميني اكثر عن غردايه، يعني شلون توصفين غردايه؟ لان هي انا بالنسبه لي يونيك لما اقارنها مع المدن الثانيه. هو مو شيء بس يونيك، هي شيء فوق الوصف والخيال، يعني ما راح أقدر أوصفها كثر ما لما أنت تروح وتشوفها بعينك، شيء من عالم ثاني، كأنك قاعد تقول أو قاعد تقرأ قصة بكتاب كذي بالضبط. يعني الناس طريقتهم مختلفة، صح إنهم مسلمين بس أعتقد إن لهم مو ديانة، شو يسمونه، مذهب مختلف مذهب مختلف. اي زين. طريقة اللبس، طريقة لبس خاصة النساء كان شيء مو طبيعي، يعني خاصة لما كانوا وايد كانوا متحفظين وتلبس العباية بعبايتهم بيضة وبس بس عين عين واحدة واحدة، اي بالضبط، وممنوع ما أحد يتكلمون. يصور وما اي يتكلمون صح. وحتى مثلا لما تكون في شخص واقف هي تشوفها مسكينة تلزق بالطوفة وتروح. صح. لاحظت أذكر بعد شغلة، بيوتهم كان اي تقريبا ما فيها درايش، أو إذا في دريشة تكون وايد صغيرة، لهالدرجة كانوا محافظين. بس هي السوق المدينة مالهم كان هذه حلو صغيرة، السوق حلو نظيف خيال. وايد ايه نظيف، وقديم، واحنا وقديم، وانا ايه احس ان هذا كأن الواحد سافر بالزمن. صح يعني هما كوميونتي و very closed community، يعني طريقة حياتهم وتقاليدهم حيل محافظين عليها. وشيء حلو انا بالنسبه لي بشكل عام، ان لان الجزائر مو دوله سياحيه، فلما نروح هذه الاماكن نقدر ناخذ راحتنا، ما في زحمه السواح. مو بس كذي، حتى الناس تلقاهم على طبيعتهم الصجية، ما صار عندهم احتكاك مع اللي هم السياح انزين، فما عندنا هذه. مثلا في ناس تصير خلاص لما يصير عندهم سياح وايد يقلب مخه تجاري، ايوه فيحاول بس يقص عليك يعني يخليك تشتري اي شيء، هم لا، هذه طبيعتهم فطرتهم للحين عليها. واللي حبيته فيهم بزيادة ان اذكر كان قاعد يتكلم واحد من الجايدز اللي هناك، ان هم مستانسين بحياتهم مو متضايقين منها، يعني حابين هذه البساطه هم حابينها، ما يبون ان والله لا يعيشون حياتنا احنا اللي فيها الحداثه وكل شيء، يعني ما عندنا شيء ناقص، فهم هذا صح شيء وايد حلو عجبني فيهم. صح هل تفهمون لهجة الجزائريين؟ كان وايد صعب صراحه، يعني حتى لو هم قاعدين يتكلمون عربي يتكلمونها بطريقه وايد سريعه انزين، اي فما لحق معاهم، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان فارس كان معنا الحمد لله. كملي كملي كملي، شنو بعد؟ اي عشان ابي الفكرة توصل. شنو ليش شنو كان يسوي فارس؟ فارس
يتكلم كل اللغات ما شاء الله عليه. أنا كون إني كبرت في المغرب، كنت هناك كان لمدة 5 سنين، واللهجة أو الدرجة الجزائرية وايد قريبة على الدرجة المغربية، وأهم أتكلم فرنسي. الحين هالسنة لأن أنا ما عندي رحلات فأنصحهم أن يسافروا معاكم السنة الجاية، ما أعرف. أوكي. شنو يميز الجزائر عن الدول الثانية اللي زرتيها؟ يمكن أنت سبقتني بهالنقطة، أن لأن الجزائر غير مكتشفة سياحيا، فلما راح تروحون هناك راح تشوفون كل شيء على طبيعته، الناس والطبيعة. يعني انا ما شفت شيء تجاري، يعني شيء من الاشياء اللي خلتني بعد اروح الجزائر ان انا بديت اغير شوي من طريقه السفر مالتي. قمت احاول اروح الدول اللي ما عليها سياحه وايد للحين، لان ابي اشوف الناس بحياتها شلون عايشه هناك. تذكري موقف في المسجد اللي تحت الأرض اللي صار العنود؟ تعليق. طبعا هذا المسجد هو موجود في غردايه، واحنا زرناه اول مره لما رحنا رحله استكشافيه انا ومحمد وصديقنا، وفكرته وايد حلوه. هو مسجد مبني خلينا نقول تقريبا نص دور تحت الارض، وفي الفتحات هذه تطل على مقبره، والغرض من هذا الشيء انه يذكر الناس انهم يكونون متواضعين، لان يوم من الايام كلنا راح ندفن وكلنا راح نحط في قبر، والمكان اصلا هو يعني جميل، تصميمه بسيط بس حلو. فوصلنا المكان، وصلنا المرشد، يا يعني الناس سلم علينا نتكلم، كان يقول انا نسيت هي ابن مفتاح وياي. شوف هذه الأشياء ما راح تجربها لو كنت رايح دولة سياحية. وين مكانك المفضل بالجزائر؟ Would you still say غردايه ولا تقولين مكان ثاني؟ غردايا وتميمون. تيميمون. كلمينا شنو هي تيميمون وشنو اللي عجبك فيها؟ تميمون كانت بنص الصحراء صح؟ صح. هي أويسز ولا لا؟ هي واحة ولا لا؟ هي فيها واحات. اي زين، بس لان كان اكلهم صراحه وايد حلو، وكان عندهم اكله اذا ماني غلطانه اي اسمها مغموم اساء، في مغموم وفي مردوم ومردوم. وفي زين كلهم مردوم. اي كانوا نفس المشبوس، فكان صراحه الاكل خيال. لك كيف كان حلو. وكانت عند بعد اللي هي الحفله مالت اهل الليل، صح، هذه حفلة أهل الليل. كانت ايه، فكل ينانوت نطلعوا. شنو تقولين حق شخص متردد يسجل، سواء انه يروح الجزائر او انه يسجل مع بلو بوك؟ اذا ما رحت الجزائر راح تتحسن، يعني اذا حابين تسافرون سفرة غير السفرات اللي احنا عادة نسافرها، وتختبرون شيء جديد، وتطلعون من البوكس اللي احنا عايشين فيه، لازم تسجلون برحلة الجزائر، على الأقل شوفوا شيء جديد. احنا اللي دائما نسويه قبل اي رحله، نسوي اجتماع مع كل اللي مشاركين، ناكد على الجدول بالتفصيل كل يوم شنو بنسوي، شنو تجيبون وياكم، شنو ما تجيبون وياكم، السيفتي تيبس، ايش كثر تجيبون وياكم فلوس، الكهرباء، شلون تتنقلون، حتى اذا في مواضيع المفروض انكم ما تفتحونها مع ناس هناك راح نقول لكم هاي شلون تصرفون احلى الفلوس. اكسبيرينس قويه. ما راح تجيبونه ولا مكان ثاني. فارس اخر سؤال وايد حلو. ايه توني كنت بقولها، I'm a very shy and quiet person. It's possible for me to join. Would it be a wonderful experience? انا عندي جواب بس ابيك انت تجاوبين اول. I am not a shy person. لا راح تستانسين او راح تستانس، ما ادري صراحة اذا واحد ولا واحدة، بس إذا أنت you are open إن you want to enjoy ال group trip you will. يعني أنا صادفت ناس مو بس شاي، هم أساسا ما يبون يتكلمون مع الناس، هو صح يعني يا تبي تسافر بس ما تبي تتكلم، بس الحين we are best friends. وما أدري ليش وبعدين الناس بالسفر ياخذون راحتهم، خصوصا مع ناس ما يعرفونهم، تشوفه يساس صح. يسولف ينطلق،
عكس لما تشوف بحياة طبيعية ما يبي يسولف مع أحد، ما يبي يتكلم مع أحد، لأنه عنده مكان يقدر يروح له إنه ما يقدر ما يتكلم مع أحد مثلاً. اي اي انت هم سافرتي ويانا كمبوديا، ليش اخترتي بلو بوك مرة ثانية؟ هالمرة بمدح، لا لأن أنا جربت، يعني كانت خلاص سفرة الجزائر أنا جربتكم زين، والشيء الثاني كانت السفرة ترى مو قصيرة، السفرة كم كانت 12 يوم صح؟ الجزائر 12 يوم. اي بالضبط. فخلاص وشفت أشياء صارت وايد زين، وطريقة تعاملك مع هالأشياء، فأنا أثبت الأشياء هذه، يعني خاصة لما أنا أكون هم جروب تريب جايد، فألاحظ الأشياء، فألاحظ إن أنت إيش كثر كنت مهتم بكل شخص، لدرجة إن أنت تطالع الشخص بوجهه وبعينه عشان تشوف إذا هو مستانس مرتاح ولا لا. زين، طبعا هذا غير اللي صار مع أحد الأشخاص. شلون أنت قدرت يعني تحتوي كل المشاكل؟ زين، فصراحة صار فيني راح أسافر معاكم مرة ومرتين وعشرة بعد. شنو يميز رحلاتنا؟ اللي يميز رحلاتكم عن الرحلات الثانية إنه لما أنا أسافر معاكم دولة، إنزين، راح أعرف تاريخها، راح أعيش الحياة الصجية مالتها، راح أحتك بالناس اللي أنا بيحتك فيهم اللي هم اللوكلز، من ناحية شنو يحبون شنو ما يحبون، أكلهم، طريقة لبسهم، يعني مو شغلات مثلا اللي يركزون عليها الجروبات الثانية. ليش ضروري نزور أماكن جديدة ونشارك بتجارب جديدة؟ هذا السؤال أنا سألت نفسي وايد، وبعدين لما بديت أسافر الأماكن نفس الجزائر، نفس الأماكن الثانية اللي نفس الجزائر، عرفت الإجابة. أول شيء لما تسافر وتشوف الناس شلون عايشين بحياتهم الطبيعية، يخليك تصير متواضع بزيادة. زين، بعدين سالفة إن الجادجمنت هذا يبتدي يختفي، إن ليش هذا الإنسان كذي أو ليش لابس كذي، هذا شوي شوي خلاص يبتدي كله يروح. شيء ثالث، في ناس عايشين معانا هني زين من مختلف الجنسيات، مرات يضايقنا تصرف منهم زين، وهو عنده طبيعي بس أنا عندي ضايقني. لما أسافر ديرته أو دولته واشوفه شلون هو قاعد يتصرف في الحياه الطبيعيه والشعب شلون قاعد يتصرف، هني يصير فيني استيعاب، ايه هم هذا طبيعتهم، فلما ارجع ابتدي هذا الشيء ما يبتدي يضايقني. فانا هذا صح. اكثر شيء انزين اقوله حق الناس، انه لما تبي تسافر اقعد مع اللوكلز، شوف حياتهم انزين، يخليك يعني تتغير نظرتك حق الامور. وايد اشياء يصير فيك ان احنا ما نحتاجها بحياتنا، الحمد لله ان هي موجوده، بس انه ممكن نقدر نستغني عنها. اقول لك شغله، تدري انا كنت ماخذه فكره وايد غلط عن الشعب الجزائري، لانه وايد ما احتكيت فيهم، بس يمكن والشيء الوحيد اللي كنت اعرفه عن الجزائر اللي هي فتره الاستعمار الفرنسي، فدائما كنت متوقعه ان الجزائريين ناس فيهم شراسه وما يضحكون. انزين، لما رحت هناك انصدمت، يعني من اول يوم حتى الحين اذكر كنت قاعده اطالع الستوريز مالتي اللي اول ما رحت الجزائر، من اول يوم حاطه ان الناس بشوشين بشكل مو طبيعي وفيهم كرم مو طبيعي. يعني اذكر حتى اليوم اللي كنا رادين، اخر رحله كنا رادين الجزائر العاصمه، قعدت يمي واحده جزائريه، لما احنا نذكرها محاميه، فقعدنا نسولف، فطبعا صعب ان كل واحده فينا تفهم، بس يعني قدرنا ان نسولف. تخيل كانت ماخذة هي شارية شغلة من كنا غردايه او تميمون مثل سوارة، يوم درت ان انا جاي من الكويت كانت تاخذها تعطيني اياها، للحين عندي. شوف شلون الكرم اللي فيهم، بتقول بس عشان تذكرينا وتذكريني كل ما تشوفينها. شفت شلون؟ انا بعد الموقف اللي دائما اذكره بالرحله الاخيره، سايق الباص وصلنا مكان ونزل الجروب، بعدين ناداني قال لي فارس قول لهم ان اخر التور ما حد يعطيني شيء، ما حد يعطيني كراميه، يقول ما راح اقبل ترى منهم شيء، واخر التور هو اللي اعطانا هدايا. صح. شنو نصيحة أخيرة تعطينها للمتابعين؟ جربوا كل أنواع السفر اللي تقدرون تجربونها.
أنا بالنسبة لي أحب كل أنواع السفر، يعني ما عندي مثلا تقول لي والله أنا أسافر بهالطريقة، أقول لك لا مو حلوة هالطريقة، جربوا. وجربوا شيء يعني شلون أقول لك، تشالنجينج. مثلا يعني سفرة الجزائر، هو أحس إنه شوي ما أدري شنو راح أتوقع، بس لأن أنا بسافر مع جروب، والجروب هذا متمرس بهالمكان ويعرف هالمكان عدل، إنزين، اي فحاول تطلع من ذا بوكس اللي انتو خاشين صح نفسكم فيه. صح مشكورة العنود على وقتك، أنا وايد استمتعت، شكرا. الوقت بسرعة مر، ترى صار لنا ساعة. طبعا انت مع العنود يعني شلون. صح، لا ما والله قصرت. أي انت اللي مشكور انه يعني تذكرتني على اساس ان رحلة الجزائر، مع انه وايد ناس سافروا معاك. والله بالعكس، انا وايد يهمني رايك، خصوصا انت ما شاء الله مسافره in the right sense of the word يعني، واثق بكلامك واثق بنصايحك بعد. Thank you so much.